أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا عبر شاشة دبي ريسينج، وأهلا بكم في الأصايل من تحفة ميادين السباقات في المرموم. يتجدد اللقاء في مهرجان سيدي سمو ولي عهد دبي للهجنة الذي وصلت منافساته اليوم إلى أول تحديات الكبار في سن الثنائي لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لتنطلق لحظات الإثارة والتحدي في مواجهات كبار المؤسسات على مسرح النجوم دورة الثمانية كيلومترات في المرموم، التي استقبلت هذا الصباح نخبة الهجنة العربية الأصيلة. من جديد نرحب بكم في الأصايل، يا أهل الأصايل يا مرحب الساعة. من ميدان المرموم لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، حمر الحمر الحمر الخطر، أول الانتصارات الصباحية. الله 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 الله، هناك شاهين، هنا مشوش بدا يغير الصدارة والمركز الأول. شوف هذا الرقص في الأمتار الأخيرة، الشاهينية تهانينا لهجن الرياسة. الشوط الرياسي متقدم هملونة، تهانينا لهجن الرياسة. يوم مميز شهده ميدان المرموم في منافسات سن الثنايا لهجن العمالقة من المؤسسات الكبرى بشعارات أصحاب السمو الشيوخ، وبكل تأكيد سيكون حديثنا في برنامج الأصايل عن هذا اليوم الحافل بالعديد من التحديات القوية. ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام في الاستديو، الزملاء المحللين، وأبدأ مع سيف بن مبارك الحبسي. وسيف مساك الله بالخير والسرور. مرحبا بك يا أبو تميم، أمسي عليك بالخير وعلى أخوان المحللين أبو سفر وسعيد والمشاهدين أمام الشاشات، ونقول لهم سعدتوا مساء. نهني كل المؤسسات الحاضرة في الفترة الصباحية اللي حققت الفوز والانتصار. نعم، مشاهدينا أيضا معضد سعيد المهيري. أبو سعيد مساك الله بالخير والسرور. الله يمسيك بالخير والسرور يا أخوي أبو تميم، ومسي عليك وعلى أخواني المحللين ومتابعين خلف الشاشات. عايض سفر البقميها مساك الله بالخير والسرور يا أبو سفر. مساك الله بالنور والسرور، أسعد الله مساك وزملائي المحللين والمتابعين والمحبين لهذه الرياضة من خلف الشاشات. نعم، مثل ما نعرف مشاهدينا، يعني ضربة بداية الكبار لهجن المؤسسات وأصحاب السمو الشيوخ مع أول أشواط هذا الصباح في تحدي الثنايا التي جاءت بدايته ساخنة رغم الأجواء الباردة في المرموم. دعونا نتابع كيف كان المشهد عبر هذا التقرير. تبدأ هجن أصحاب السمو الشيوخ رحلتها في تحدي سن الكبار عبر 14 شوطاً أقيمت هذا الصباح لسن الثنايا ولمسافة 8 كيلومترات على أرضية ميدان المرموم. اكتسى المشهد الأول باللون الأحمر في الشوط الافتتاحي للبكار بعد أن حسمت المنافسة حامية بشعار هجن الرئاسة وبقيادة المضمر صالح بن سعيد الجربوعي المري، لتصل إلى خط البودرة أولا وبانفراد بعد إنهاء الشوط بزمن بلغ 12 دقيقة 18 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. حامية والشاهينية، ولكن حامية هي المسيطرة، الشاهينية تقترب، هملولة تقترب، إلا أن حامية خلاص حمت المركز الأول، حمت الانتصار، قاتم البداية حتى النهاية. تهانينا والناموس لمالك الحامية هنا لهجن الرياسة، هذا الفوز والانتصار. تهانينا لحظات الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز الحمر 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 الخطر، أول الانتصارات الصباحية ذهب مع حامية. ارتفعت وتيرة التحدي والإثارة في الشوط الثاني للجعدان بعد أن خطف مشوش لهجن الشحانية الصدارة في أمتار التحدي الأخيرة وبقيادة المضمر جابر بن فاران المري، مسجلا زمنا قدره 12 دقيقة 36 ثانية وجزآن من الثانية.
المري ما شاء الله. الله 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 هناك شاهين هنا مشوش بدأ يغير الصدارة والمركز الأول. هجن الشحانية الشبل بدأ يغير الصدارة والمركز الأول ليتقدم. هناك شعاري هجن الشحانية هنا مع أيضا الأمتار الأخيرة. إذن مشاهدين الأعزاء مشوش تهانينا لهجن الشحانية تهانينا. أيضا هناك اليابر بسالم فارع المري. استعادت هجن الرئاسة الصدارة في الشوط الثالث للإبكار بعد أن حلقت الشاهينية في الغلاف الجوي الأخير بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري لتنهي المنافسة الثنائية الرئاسة بزمن بلغ 12 دقيقة 25 ثانية وستة أجزاء من الثانية. بن زيتون يقدم الشاهينية على المركز الأول على الانطلاق الأول. الشاهينية من هجن الرئاسة وحملول في المركز الثاني أيضا من هجن الرئاسة الانطلاق الأخير. حملولة على المركز الأول والشاهينية من الجانب الآخر. الشاهينية ولا حملولة ولا الشاهينية؟ شوف هذا الرقص في الأمتار الأخيرة. الشاهينية تهانينا لهجر الرئاسة تهانينا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. واصلت هجن الرئاسة التألق في الشوط الرابع للإبكار بعد أن أقلعت هملولة في المشهد الأخير بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي لتنهي مسافة 8 كيلومترات في زمن بلغ 12 دقيقة 31 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. انطلق هملولة بناموس هذا الشوط بهذا الشعار الغالي على قلوب الجميع الشعار الحمر مر وعبر. انطلق بناموس هذا الشوط رئاسي بتقدم هملولة. تهانينا لهجن الرئاسة ولمحبي هذا الشعار دائما. تهانينا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. إذن هكذا كانت الصورة في المرموم اليوم. منافسات قوية بداية الرقص مع الكبار في أشواط الثنائي لهجن أصحاب السمو الشيوخ. تهانينا والناموس لجميع المؤسسات الفائزة. والآن نبدأ حديثنا عن الشوط الافتتاحي مع بطلته حامية لهجن الرئاسة بقيادة المضمر صالح بلعري المري. طبعا انتصار مستحق كان في أول الأشواط هنا لهجن الرئاسة. تفضل يا ابو سفر. اولا نهني هجن الرئاسه ونهني المضمر صالح بالعرج المري على هذا الاداء. الحقيقه فيه رهو وسبق من الحاميه تخطت في بدايه انطلاقه الشوط كان فيها تخطي بهدوء تلقائي رغم أنها مرت على أكثر من بكرة وتخلصت منها بتلقائية بدون أي أوامر. وهذا ما جعل في البكرة مخزون ما استنزفت من مخزونها أي شيء. كانت تركض طال عمرك بكل هدوء بكل رهو حتى باعدت بين الهجن والمطايا. وعلى ما أعتقد أن هذه من إنتاج هجن الرئاسة عند بالعري. يعني دائم هو قد ظهر في أكثر من مرة شل الرمز من إنتاج هجن الرئاسة. الحامية اليوم أدت عرض وأداء قوي. هذه البكرة تصنف من البكار في رموز الثنايا في الختاميات القادمة راح نشوفها إن شاء الله من الآن. وصاعدا البكرة هذه لها جمهور الحامية وأداءها كان استثنائي. وهذا مو بغريب على هجن الرئاسة من مشتروات طال عمرك من إنتاج من متعدد مضمرين. احنا شفنا بالعرج اليوم وشفنا سعيد مظفر وشفنا بن زيتون أيضا شفنا سلطان الوهيبي تعدد في نوعية السبق. نهني هجن الرئاسة على حضورهم بهذا المستوى الطيب. منافسة شفناها بين بالعري وبكرة سلطان الوهيبي هملولة.
صراحة يعني أداء طيب ما شاء الله تبارك الرحمن. نهني هجر الرياسة وجميع مضمرينها. نعم يعني يمكن من خلال هذا المهرجان شاهدنا تميز هجن الرئاسة في أغلب الأشواط، يعني مدى قوة الحلال لدى هذه المؤسسة التي تدعم دائما أهل الحلال. لكن اليوم هجن الرئاسة أثبتت أيضا مدى جهوزيتها حتى في يمكن المهرجانات القادمة والختاميات. دعونا أيضا مشاهدينا ننتقل لثاني الأشواط مع مشوش لهجن الشحانية لجابر رأفران المري. انتصار هنا أيضا مستحق لهجن الشحانية اللي قادت ثاني الأشواط وكان من نصيبها يا سيف. نعم أبو تميم، في البداية نتقدم بالتهنئة لمؤسسة هجن الشحانية والإدارة لهذه المؤسسة العملاقة اللي دائما نشوف ظهورها وحضورها في كل المهرجانات. شفنا قدموا لنا اسم مشوش في أول الأشواط المخصصة لسن الثنايا، شوط من الأشواط القوية اللي دارت به المنافسة المثيرة. شفنا أيضا شاهين لهجن الرئاسة مع المضمر محمد بن عتيق بالزيتون من نشوفه يتصدر قائمة المنافسين. نشوف أيضا اسم آخر تقدمه هجن الشحانية على ما أعتقد فاران بن غري، نعم يقدم لنا اسم مميز. شفنا الأسماء اللي أتت من الخلف من ضمنها مشوش ومن ضمنها أيضا الأسامي المملوكة سواء لهجن الرئاسة أم هجن العاصفة أيضا التي كانت متواجدة في المشهد التنافسي على مسار 8 كيلومتر. شوط قوي للغاية يحمل الأسماء القوية. في هذه اللحظات نشوف مشوش على المركز الخامس، القيادة والزعامة في هذه اللحظات تتحول لهجن الرئاسة لياتي الاسم المساند اللي هو مشوش ليستلم الزمام الأمور. شفنا شاهين لهجن الرئاسة محمد العتيق بن زيتون عاد مرة أخرى عندما تقدم اسم وشعار هجن الشحانية اللي مع فاران بن قريع. شفنا سيطرة الآن في هذه اللحظات رئاسية على المركز الأول والمركز الثاني. أتى الاسم المساند للقعود أو البعير اللي كان في المقدمة مع فاران بن قريع اللي هو مشوش، وصل من الصفوف الخلفية وصل على المركز الثالث في هذه اللحظات. عينه على مقدمة الشوط عندما استلم زمام الأمور شاهين لهجن الرئاسة مع بالزيتون. بالزيتون في هذه اللحظات بدأ بإطلاق الأوامر الخفيفة والطفيفة على شاهين عندما شاهد القدوم مشوش من الصفوف الخلفية وأيضا خطورته على مركز الصدارة، كون هذا المركز هو مطلب كل المؤسسات وكل الشعارات المشاركة كونه أول شوط رئيسي. شفنا منافسة دارت في هذه اللحظات ما بين شاهين وما بين مشوش، ولكن عندما صك شاهين عاد مرة أخرى للمنافسة للثبات على المقدمة، ولكن مشوش هو من أثبت سيطرته أثبت جدارته في هذا الشوط أنه هو البطل المتوج في أول أشواط القعدان الثنايا في أول أشواط الرئيسية بتوقيت وقدره 12 دقيقة 36 ثانية جزئين من الثانية. نهني يابر بن سالم بن فاران، نهني أيضا الذهبي سالم بن فاران وابنه الشبل بمناسبة هذا الفوز والانتصار في أول أشواط رئيسية مخصصة للقعدان الثنايا. نعم انتصار أيضا مستحق هنا لهجن الشحانية اللي لها نصيب أيضا من هذا المهرجان. مشاهدينا نتحدث أيضا عن ثالث الأشواط اللي أيضا كان من نصيب هجن الرئاسة هنا مع الشاهينية، وانتصار مستحق الناموس لهجن الرئاسة ولأيضا محمد بن زيتون المهيري المضمر اللي أيضا يتميز دائما مع هذه السباقات الكبيرة. تفضل يا أبو سعيد. في البداية نحن نحب نلومس جميع المؤسسات اليوم اللي سبقت، ونبارك لأبو سعيد على سبق الشاهنية، والشاهنية مش غريب عليها السبق. واليوم حتى نتوب لو تشوف ركض اليوم الشاهنية كانت في المؤخرة، أظن هي لحقت الأخلاف آخر الأمتار وحاول ورامت أنها تنتزع هذا الشوط بقدارة الحمد لله، والله يوفق الجميع. والركض اليوم أخوي أبو تميم ركض اليوم ركض الكبار يبالي تكتيك. نعم. يعني ما تقدر تدفع مطيك قدام وخلاف العربي يلحقونك ولا أنت تسمع، لازم أن تكون مساير يعني. وهذا الركض اليوم تراه مثل يعني ما أقدر أقول لك بروفيس يخاف بعد ريال يزعل ولا شيء، لا هاي يعني بداية يعني كلنا مبروف ها يعني في البداية يعني هم يعني المركاض هذا جمع المؤسسات كلن يعرف حلاله كلن يقيس حلاله
الاشتراك غير عن المفحام. فالحين اليوم ركض هذا، شوفوا ما شاء الله باكات من زيتون لاحق من الصفوف الخلفية وبقوته ومخزون اللي تمتلكه الباكرة هاي، رامت تلحق باكرة. ترى أنا ما أشوف التلفزيون مني. لحوق هي قدرت تلحق ما شاء الله. خرافة أنا ظنيه بعد سلطان نعم. الوهيبي حاولت أنها تلحق باكرة من زيتون، بس كان الفوز لباكرة من زيتون، وأنه مسلهم نعم. كلهم هم من في مظلة هجن الرئاسة، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق رب العالمين. نعم. منافسة كانت بين سلطان وبن زيتون على نعم. المركز الأول، بين هجن عزب هجن الرئاسة زي ما شفنا الآن، بن زيتون في المقدمة، وهملولة مع سلطان الوهيبي في المركز الثاني، منافسة حادة على المركز الأول، وهذا دليل جهوزية الحلال واستعراض كثير سيناريوهات الجاهزة والعرض. تكرر هذا السيناريو يمكن من خلال المنافسة يعني نفسهم، يمكن صحيح. يمكن في الشوط الرابع بعض الأشواط نعم شاهدنا هجن الرئاسة أيضا تميز من خلال منافسة الحلال فيما بعضه، نفس السيناريو في اللقاية والإذاعة والثنائية تقريبا. يعني يتكلم عن جهوزية، هذا جهوزيتهم العرب جاهزين والعرب مجتهدين في حلالهم، والعرب يبون يعني أنهم يحصدون الرموز بعد المهرجان هذا. ما حد مسوي عزبه يبقى بس رقم ثاني وثالث، لا، العرب ذي المجتهدين الله يطول عمره. شوف من يدعمونك المعازيب نعم. وانت تجتهد الباقي لك ساعة عند رب صحيح. العالم نعم صحيح. وتي من ثلاث الواية تراها ما طلعت من دائرة صحيح. التنافس طيب. وهذا صادق. كله توافيق ونصيب يا رب العالم. نعم أكيد صدق أخوي معضد على طبعا رابع الأشواط أيضا كان لهملولة مشاهدينا لهجن الرئاسة، وهنا المضمر سلطان محمد الوهيبي على هذا الانتصار المستحق هنا لهجن الرئاسة. تميز هذا الهجن هنا في هذا المهرجان الكبير الغالي، مهرجان ولي عهد دبي. تفضل يا أبو سفار. طال عمرك، هذا نسخة للشوط اللي قبله، للشوط الثالث. كان فيه منافسة زي ما قال أخوي معضد في بين عزب هجن الرئاسة. اليوم نحن نشوف الرئاسة تنافس بعضها، يعني مضمرين الرئاسة هم يتنافسون بشعار الرئاسة في مختلف مضمري. شفنا اليوم طال عمرك الرئاسة كانت حاضرة، هي من حققت الحصيلة الأكبر والأكثر في على مدار ال 14 شوط، 9 أشواط ما شاء الله من أصل 14 شوط بمختلف مضمريها. مضمر محمد بن عتيق بن زيتون 3 أشواط، راعي صوغة سعيد مظفر شوطين، المضمر العملاق سلطان الوهيبي شوطين، وأيضا تفضل. خلصت ابو مبارك؟ خلص هذا طال عمرك نتيجة طال عمرك المجهودات والمشتريات وجهوزية العزب تقدم العرض اللي مثل هذا. احنا شفنا اليوم عرض في الشوط الثالث بين سلطان وبين بن زيتون، نعم. في الشوط الرابع الان زي ما نشوف ايضا، بس الشوط الثالث خذاه بن زيتون، نعم. والشوط الرابع خذاه سلطان الوهيبي، نعم. خذاه سلطان، وهذا طال عمرك مؤشرات إلى الرموز، مؤشرات إلى رموز الثنايا في هذا المساء. بنشوف عرض طيب إن شاء الله في جميع المؤسسات اللي اجتهدوا وحضروا حلالهم وتجهزوا الختاميات القادمة، نتمنى لهم التوفيق. يستاهل أبو هند، مضمر العملاق، المضمر سلطان الوهيبي، من قدم لنا اسم اللي هو قوي هملولة. اي نعم نعم، فيستاهل هذا الفوز والانتصار. ما شاء الله شفنا السيناريو يتكرر ما بين شعارات تقن الرئاسة، فنهنيهم ونبارك لهم بمناسبة هذا الفوز والانتصار. نهنيهم ما شاء الله. أين الرئاسة دائما من بداية هذا المهرجان من سنة اللقاية والإذاع والثنايا في الفترتين الصباحية والمسائية، وتكون الحصيلة الأكبر مع هجن الرئاسة. نهنيهم ونبارك لهم. المؤسسات الأخرى كانت حاضرة، هجن الشحانية بمختلف مضمريها حصلوا 3 نقاط اللي هو بن فاران بن عقيل وأيضا بن قريع. هجن العاصفة حاضرة كانت اليوم، حصلت على نقطة، نافست في معظم الأشواط. مؤسسة أيضا
أو هجن الشيخ محمد بخلي بن سيف النهيان حضر بشوط فاز بشوط وأفضل توقيت. نهنيهم ونبارك لكل المؤسسات. يعني ما نتكلم عن أفضل توقيت. لا خلاص خليه يكمل هو. ما أعرف يعني. نحن طلعنا 14 شوط توزعت لهذه المؤسسات الكبيرة. طيب. يستاهلون هذا الفوز. يستاهلون أكيد انتصارات مستحقة لكل الهجن اللي انتصرت من ال 14 شوط حتى مع تميز أو يمكن سيطرت هجن الرئاسة في هذه الأشواط. ولكن أيضا إذا تحدثنا عن أفضل التواقيت هنا من خلال المنافسات حضر في سابع الأشواط اللي راح للشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان ومادي اللي انتصر في هذا الشوط مع المضمر علي سعيد الوهيبي. تفضل. في البداية نحن نحب نبارك للشيخ محمد بن خليفة ووالده الشيخ خليفة بن سيف بن محمد وليدير العزبة سعيد بن مبارك الوهيبي. بعدين الشيخ خليفة بن سيف بن محمد من الناس اللي يمتلك أفضل الحلال الموجود عندنا في مجال الركب. نعم. وعنده يعني محمية كبيرة وتلم بزمول عدله. يعني مثل عزبة الشيخ خليفة بن سيف ومحمية الزمول طلع منها بوش عدلات، منهن مرضية الرئاسة، منهن حلال وايد تسمع. وخليفة بن سيف يمتلك حلال نادر، والبكرة وهاي الناقة تراها ما قد ذاقت طعم الهزيمة، وأنا المعلومة اللي عندي. نعم نعم. والناقة سبوق والناقة هاي صغيرة ما ركضت. والشيخ خليفة بن سيف يحب أن يحافظ على الناقة لين قدها ثنية ويذعها وحايل. نعم. وطول عمره الريال أبو سيف يمتلك حلال طيب. وسعيد بن مبارك نحن نحب نشكره، هذا الريال من استوى عند الشيخ خليفة بن سيف في حلاله، وريال لحق على ركض قبل النفط وبعد النفط عقولة محمد بن زيتون. ونحن نبارك لهم وجميع الطاقم اللي متواجد في هذه العزبة وعلى ناموس دايم، ولا بغريب عليهم السبق هذا. يستاهلون. نحن نعم. بعد نتقدم بالتهنية للشيخ محمد بخليفة بن سيف الهيان ووالده ويده من أسسوا هذه نعم. الهجنة الأصايل. فدائما دائما أهل الركض متعارفة عندهم أن البوش الأصايل والحلال الطيب نعم. متواجدة عند عيال محمد بخليفة، الشيخ طيب. سيف محمد والشيخ طحنون بن محمد بخليفة والشيخ سرور وأخوانهم يملكون نوعيات حلال ندر، حلالهن نعم. وصلة في مثل المهرجانات وأيضا جميع الميادين. فنهنيهم بالنسبة تفوز هذه الذلولة العملاقة اللي ما شاء الله حققت أفضل توقيت 12 دقيقة 13 ثانية من التوقيت المميزة. كما أيضا نهني المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي أبو ناصر، نهنيه ونبارك له شكره على جهده. طيب. وأيضا متابعة الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان دائما متابعته حثيثة وتوجيهاته أكيد في الأول والأخير، وهو وراء هذا الإنجاز الكبير. نهنيه ونبارك له. نعم أكيد. أي مطية ترى ما تجهد ولا تستنزف في طول يعني مشوارها في الركض تقدم مثل هذا العرض وتكسر نعم. التيم زي ما قال أخوي معضد أن البكرة ما انعسفت إلا كبيرة وأنها ما اشتركت كثير بحكم يعني خبرته. فهذه صراحة نقطة طيبة، وقليل من المضمرين يطبق هذه الطريقة. نعم نعم. هذه في الأخير دلت على مدى أكيد نقول ذكاء المضمر وأيضا نعم. تكتيكه من خلال هذه نعم. السباقات نعم. طيب أكيد كل يعني التهاني والتبريكات لهذه المؤسسات التي قدمت أشواط رائعة في الفترة الصباحية، ومثل ما نعرف أيضا عندنا الفترة المسائية. ولكن قبل الحديث عن أشواط الفترة المسائية، كانت هناك يعني لوحة من التراث والأصالة في بطولة كأس فزاع للعرضة التي تنظمها إدارة بطولة فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نسختها الأولى ضمن فعاليات مهرجان سيدي سمو ولي عهد دبي للهجن. لوحة في غاية الروعة والجمال نشاهدها معا عبر هذا التقرير. الإمارات يا أرض السلام من
توشح العزه وسام بين الامم عز ومقام من العصور الماضيه الصبيان يكبر الشيم على هامش فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن انطلقت الأشواط التأهيلية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي لبطولة كاس فزاع للعرضة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نسختها الأولى والتي تقام ضمن فعاليات النسخة السابعة للمهرجان وبتنظيم من نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم. اليوم الأول تصفيات وعندنا اليوم التصفيات العرضة الحكام موجودين عندنا حكمنا على بداية انطلاق العتاد بالإضافة إلى هفتهم على المطية هاي لهم درجتين العتاد ثلاث درجات لها هفتهم على المطية بالإضافة إلى مسافة 100 لين 200 متر يعني خمس حكام موجودين كل واحد يغطي له 25 متر درجة واحدة على المسافة هذه. بالفعل مشهد تراثي مميز شاهدناه سويا في هذه الأشواط التأهيلية الخاصة بأكيد العرضة ويمكن انطلاقتها كانت اليوم يمكن من خلال هذا التقرير يعني بطولة فزاع أو كأس فزاع للعرضة اللي شهدت يمكن مشاركة واسعة شاهدناها من دول الخليج ومجلس التعاون يعني نسختها الأولى إلى الآن كيف شفتوها؟ في البداية نتقدم بجزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي فزاع المكارم على إضافة هذه طال عمرك هذه الركض ركض العرضة الركض التراثي اللي هو ساس هذا المركاض اللي الحين العالم تلحق منه خير هو ساسه وبدايته هي ترى ركض العرضة كانوا الشيبان الأوليين وفي البداية سالف الأزمان كان هو هذا الركض المعتمد وهذا الركض المتعارف ركض العرضة ولكن تطورت طال عمرك السباقات ووصلت بما وصلت إليه الآن من تطور ووصلت للعالمية لكن الله يطول عمر فزاع المكارم وراشد ما نسى الماضي طال عمرك الركض ما كان قبل ركض أبو مبارك نعم العرضة هذا أنت تقول أن أول ركض لا كانت العرضة هي بداية هي الساس بداية السباقات هي بداية السباقات والأوليين لا كانوا يسابقون بالعرضة لا ولكن بعدين طال عمرك اسمح لي ما كانت بداية السباقات السباقات كانت على طول من قبل لكن إلا أنها جزء عرضة يعني مثلا في الأعياد في ذا صح شوف هي لها أما أنها كانت قبل السباقات شوف كانت المراكيض الأولية كانت تقام للمناسبات وأيضا العرضة كان سباقات مو بالعرضة كانت العرضة طال عمرك العرضة فن مختلف مخصص في ناس يعني معينين مثلا أهل عمان أو أهل الإمارات أو في حتى في أي دولة عادي بس إنه هو قبل السباقات السباقات هي الأول شوف يعني أنت تبى تقول إن الأساس العرضة كانت سباقات لا هو يقول إن العرضة إنها كانت قبل السباقات وانا انفي الشيء ذا اقول لا سباقات هي اول قبل العرضه ترى هذا نوع من السباق اسمه العرضه اي جزء انا اقول جزء من السباق ما هو يقول قبل السباقات كان فيه شيء اسمه العرضه وبعدين انطلق من بعدها السباقات اللي احنا نشوفها الان هذا غير صحيح شوف العرضه كانت تقام في المناسبات في الاعياد الوطنيه وفي ايضا الاعياد وفي المناسبات عندنا في المناسبات نعم فكانت تقام العرضه طال عمرك هي المتعارف ان يكون ثنتين
الثنتين مع بعض يكون نحن شفنا في 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 هذا المهرجان اللي يقيم متزامن مع مهرجان ولي العهد هذا السباق اللي ما شاء الله هيئوا له الميدان في فترة وجيزة تم إعلانه قبل انطلاقة المهرجان أقيم لطال عمرك الميدان الستارت المنصات للمشاهدين شفنا الجموع الغفيرة اللي أتت من دول مجلس التعاون اللي للمشاهدة لهذا المركز التراثي أو المشاركة أيضا نعم أو المشاركة كانت مسموحة عبر الاتحادات في دول مجلس التعاون كل اتحاد يرشح له هجن للمشاركة طبعا الهجن السباق ممنوع أن تشارك هجن السباقات أيضا التراثية الكيلوين والثلاثة أيضا ممنوعة ما تشارك إلا ناقة العرضة فقط اللي مهيئة لهذا التراث ولهذا السباق بالتحديد شفنا ما شاء الله إقبال كبير شاركا تم إعلان عن شوطين هو شوط العرضة وشوط الزمط شوط العرضة يختلف تماما عن شوط الزمط شوط العرضة الثنتين مع بعض يكونا بالتقارب من بعضها البعض هن المسافة المسافة العرضة اللي بوش العرضة هي 300 متر 300 متر هم الجان هني تحسب النقاط من 200 المئة متر يعطون الركبي عشان يتعدل يعدل ركبته في 100 متر يعطونه فرصة ولكن من يعدوا 100 متر ويصرون عند لائحة 200 يبدأ لين 300 نعم يعني 200 متر هي صحيح. اللجان اللي تحسب النقاط فاللجان ما شاء الله متواجدة مع البداية ومع النهاية تحسب النقاط للهجن المشاركة يتم تأهيلهم تأهيل هذه الهجن المشاركة اللي شفناها ما شاء الله ما يقارب 126 مطية شاركا في هذا المهرجان 126 مطية هي خصيصا لركض العرضة وأيضا 36 ناقة هن من بوش الزمط في مركز الزمط فما شاء الله إقبال كبير شاركا بوش الزمط شفنا ما شاء الله عملوا لهن ستار الستارت يتم انطلاقته للتوقيت نعم. هناك في تيم عند البداية التوقيت من الانطلاقة من الستارت أما بوش العرضة هن يكون مبركات ويركبوا عليهن ويحسبون النقاط فدائما بوش الزمط وبوش بوش بوش العرضة بوش العرضة يقول لك ناقة فلان طليعة فالثنتين المرهية تشوف الريال راعيها قابضنها لازم يساير للناقة اللي مخرة هذا في والناقة في العرضة ايه. والناقة اللي وراء يقربها راعيها يقربها يكون لازم أنها متسايرات ما تكون ناقة مقدمة وناقة مخرة إذا تقدمت ناقة الريال وأنها عندها الزود يقبلها للناقة اللي وراء وهذاك يقربها شوي تكون متلازمات ويكون نعم ركض حشمة وركض لزمة يعني يسموها في معنى في الربع فما شاء الله شفنا نعم وش فرق الزمط عن الزمط من دبرت تضربها من دبرت مرة من فكه الستارت أيوة. أنت تضربها عشان تحقق التوقيت الأفضل والتيم أوه سبق يعني نعم. سباق عادي سبق نعم سبق. أما بوش ولازم تكون أنها راعت الزمط تكون سريعة فتشوف ما شاء الله 36 ناقة تخلن في أشواط الزمط تكون سريعة والتيم من الستارت أما ناقة العرضة ناقة العرضة طال عمرك من قامن بركات ركبوهن وأن طال عمرك لازم يكون متسايرات إذا الناقة هذيك عندها زود يقبضها الخطة ويكون متسايرات من بعضهم البعض ومتقاربات من بعضها البعض فأنت تعرف الناقة الزينة في العرضة الناقة اللي عندها زود فمن خلص الركض قال لك ناقة فلان طليعة عندها الزود والناقة ما شاء الله هي خذت نظرة الركض فالإخوان ما شاء الله قيم وتقييم طيب تأهيلهم ما شاء الله من عشر أيام هم يهلون من بداية هذا المهرجان من يوم السبت ليوم الاثنين هم في تأهيل يوم الثلاثة يوم الختام أما الجوائز شوط العرضة كاس فزاع و150,000 وشوط السيف هو سيف فزاع شوط عفوا الزمط سيف فزاع و150,000 والتأهيل 5 مطايا من العرضة وخمس نعم. مطايا من الزمط من طيب. هذه الجموع ما شاء الله 134 مطية يأخذون 10 مطايا لهم جزيل الشكر مركز حمدان ليحياء التراث بقيادة سعادة عبد الله بن حمدان بن دلموت وأخوانا راشد الخاصوني وحمدان الرميذي قائمين بدور يشكرون عليه نشكر كل الأخوان العازي اللي ما شاء الله سمعناه في التقرير عازي مميز من كلمات الشاعر حمد الشافعي وأداء علي القطيطي الغرقان ما شاء الله قدموا لنا عازي بمناسبة هذا السباق المميز وأيضا مهرجان فزاع لركض العرضة نومس أيضا لكل من فاز ومن بيفوز إن شاء الله ليه خلاص متأهل نعم. النومس له واللي بيفوز بالسيف والكاس النومس له أيضا يستاهلوا قولوا ما شاء الله جميلة ما شاء الله قولوا ما شاء الله على الرجال لا ما شاء الله عليه لم الجميع لا لأن هذه رياضتهم إذا ما لم فيها يلم بيش والله لا مو رياضة الخليج ما شاء الله بس إنها يعني أكثر في الباطنة في الإمارات في
العرضة هذه مشهورة دايما احنا نستمتع بمشاهدة مقاطع لهم ما تبون سينير كاب سباقات حقتهم وقابلت انا ناس منهم في الميدان وتكلمت عنهم وبسأل عنهم لقيت الاشداد حقهم والخطام الخطام هذا يشترونه ب3000 طيب يكون من الفضة صحيح اعتادها لا لا سيف سيف دقيقة عندنا شواط ترى يا جماعة خلاص طبعا بس انا اقول لك انه ما يشترون نعم اكيد شيء عادي انه يسوونه اسر منتجة صحيح. ويشترى باثمان غالية ممكن نابل الوحدة اشدادها وذا يكلف 7,000 أو 8,000 اكثر الى 10,000 نعم. طيب اكيد كل التوفيق كل التوفيق اكيد للمشاركين هنا في العرضة وكل الشكر والتقدير ايضا لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذه التظاهرة التراثية لإحياء الموروث وبالتأكيد في قادم الأيام سيكون لنا حديث عن نهائيات هذه البطولة أما الآن مشاهدينا نفتح ملف أشواط الفترة المسائية التي ستجمع نخبة هجن أصحاب السمو الشيوخ في 18 شوطا أشواط مهمة بلقاء هذه الشعارات الكبرى في المرموم قبل الختاميات والاستحقاقات التي ستجمع المؤسسات في نهاية الموسم ومثل ما نعرف أول الأشواط اللي راح يكون للبكار هذا الشوط يحمل في طياته العددية يمكن من خلال يعني اللي هي كبار المؤسسات نرى هجن العاصفة الشحانية أيضا الرئاسة متواجدة في يعني يمكن 4 شعارات يعني تتنافس في أول الأشواط يا بوسفار الله طال عمرك احنا شفنا المؤشرات في أشواط الصباح وتجهيز الهجن في المؤسسات كان تجهيز طيب ويشكرون عليها المضمرين أما عن النتائج المسبقة اللي قبل في المهرجانات هذه عندنا في الصياهة آخر التقاء للمؤسسات كان الشحانية بحضور الشحانية وهجن الرياسة وهجن العاصفة وهجن زعبيل شفنا يعني حضورهم وكان عند منصورة مع مضمرها شبل في هجنة الشحانية وكان فيه منافسة حادة مع هجنة الرياسة على هذا الرمز رمز الثنايا أما في القعدان عن سياف هجنة الرياسة أدى أداء يشكر عليه في الصياهد المركز الثاني عند سليماني عند العاصفة هجنة العاصفة كانت مجهزة قعود سليماني جاء ثاني على الرمز في المركز الثالث أيضا رأينا زعبيل الواضح عند هجن زعبيل في سن الثنايا الحقيقة يعني نشوف فيها جهوزية لا بأس بها في كان يعني الجهوز يعني ما كان 100% زي ما قال بن زيتون في آخر لقاء له قال إحنا جهوزنا يمكن 60% أو 70% فإذا كان هذا 70% وهذا الحضور الطيب أتوقع إن شاء الله في الأيام القادمة نشوف حضور أقوى ومنافسة قوية نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق الأسماء مهيب عندنا لكن نعم. أنا بتكلم عن الجهوزية إن طيب. الجهوزية إن شاء الله إن هملول طبعا من خلال أكيد هملول هجن العاصفة ويعني 13 شوط ولكن يمكن من خلال الفترة المسائية وليست 18 شوطا 13 شوط بتحضر فيه المنافسة من خلال هذه المؤسسات الكبيرة ترشيحك يا أبو سفر في هذا الشوط الشوط الأول والله طال عمرك يعني توقع مع هملولة سلطان بهيبي هملولة نعم طيب تفضل يا سعيد أنا عند الشاهنية عند سعيد المظفر العامري نعم أبو تميم نشوف ما شاء الله قلنا العاصفة داخلة في 3 أسماء الشاهنية والشاهنية والشاهنية قلنا الشحانية ما شاء الله تدفع بعدة أسماء مع مختلف مضمريها يعني جار الله محمد بن عقيل يدفع بممدوحة في هذا الشوط وأيضا المضمر سالب بن فاران الذهبي يدفع بالناوية نشوف فاران بن محمد بن قريع يدفع بالحذرة إنجاز مع الشبل يابر بن سالب بن فاران أيضا هجن الشحانية نشوف ما شاء الله يدفعوا ما يقارب 4 أسماء في هذا الشوط أما عندك هجن الرياسة
تدفع بالعددية الأكبر. أيضا هنا الشاهنية والشاهنية مع محمد بن عتيق بن زيتون، أيضا الوطن وعفوا الشاهنية مع رعصوغة، ونشوف أيضا العملاق يدفع بالهملولة وهملولة، رعصوغة أيضا يدفع بالشاهنية، وصالح بن سعيد الجربوعي يدفع بالشاهنية. أما نسألتني عن الترجيح، أنا في هذا الشوط بروح مع أبو سعيد مع محمد بعتيق بزيتون، مستقنا الرياسة رقم 18 الشاهنية. نعم طيب، نروح أكيد ل يعني يمكن ثاني الأشواط اللي بتكون حاضرة في الفترة المسائية. هنا شوط الجعدان تقريبا العددية الآن، نرى يمكن أيضا يمكن شفنا أربع مؤسسات في الفترة في أول الأشواط، ولكن دخول أيضا نفس هذه المؤسسات مع الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان، وأيضا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. يعني نتكلم الآن عن المنافسة قد تكون أكثر صعوبة، دائما العددية، احنا نتكلم عن العددية ومؤسسات كبيرة في ثاني الأشواط. كيف تشوفون ثاني الأشواط بهذه العددية الموجودة؟ تفضل يا أبو سعيد. والله يا أخوي أبو تميم، الشوط هذا فيه عدد، فيه مطايا هنتين شاهين وشاهين لهجن العاصفة، وفيه الشحانية الفال اللي عند جار الله بن عقيل، وفيه فيهن زمون طيبات، وكلهن الأسامي مش بسيطة. نعم بس أنا سألتني على الترشيح، بروح عند وليف. شو رأيكم آخذ ترشيحات الأشواط إذا تبغون على عجالة ونشوف؟ يعني إحنا نعرف أنه ماشي رموز، لكن أشواط مرتقبة، أشواط قوية ستكون في هذه الفترة الآن خلال لحظات. الصورة اللي ممكن تشوفونها في المنافسة لمثل هذه الأشواط، أنا أتوقع المنافسة بتكون الليلة حامية جدا. يعني شبيهة لأشواط الرموز. نعم يعني يكون هذا اللقاء يعني العمالقة، أول يعني المؤسسات والقاهم، ما حد بيظهر على عمره شيء أبدا. نعم يعني كلهم جاهزين، وركض حلال جميع المؤسسات يبشرنا نحن اللي متابعين المسات هاي ومشجعين المسات، أنا بيكون يعني بيكون ركض طيب ومثير ومشوق لأنكم تطمشون على الركض هذا، ونحن نتمنى التوفيق لجميع المشاركين وجميع المؤسسات، وإن شاء الله أن نحن نشوف الشيء اللي يفرح المعازيب ويفرح الشارع الرياضي. نعم ما راح يكون فيه يعني دفع بالأوراق كلها، الأوراق في المؤسسات، أنا أتوقع كل اللي بيشاركون اليوم في الثنايا وفي الحول ممكن يشاركون في ختامي الوثبة، أو لا في ختامي أو قطر، لا أيه، أو في ختامي قطر. نعم. لأنه في إذا كأغلب اللي بيشاركون اليوم في ختامي الوثبة أو ختامي، أنا أقول لك ختامي المرموم قريب. نعم عاده بعيد، بينه وبينه شهر طيب تقريبا، لكن الأسماء القوية اللي عند هجن المؤسسات القوية ما راح يشاركونها اليوم إلا يمكن تجهيز، ما أتوقع حتى تجهيز، يمكن في ما يستنزفونه تدخل المطاعم. يعني رجعت لنقطة بروفا، ما يستنزفون، ما قلت أنا بروفا عنها هو. لا ما أتوقع، أنا ما قلت بروفا، لكن أقول تجهيز يعني شوف أوراقه كيف هي. ما هي اسمعني، لا حين ترى هي أنت في المحك تختلف، ما تعرف تختلف الأسامي والمعنى واحد. البروفا أنا أنتقد البروفا لأنه ما البروفا هي الهجة. أنا بقولك شو يعني بروفا، بروفا أنا أوقف على التجهيز، أعرف شو آخر النقاط اللي أنا لازم أعرف شو أدفع فيه مثلا في الحلال في أنت صح تقبل المصطلح هذا، أنت تقبله ويقبله أي واحد، لكن أنت ما تقبل هذا المصطلح اللي يطلق عليه اللي ضابط على أنت الحين دخلتنا في المصطلح هذا. طيب يلا، لا لا انك انت من يومين شليت الدنيا، شليت الدنيا على موضوع بسيط مع زميلي وعادي. طيب انت ما طيب ما انا شو راي ما انا ارد عليك، اقول لك انت رجعت لنفس النقطه. شوف اخوي اسمع حبيبي، انا بقول لك دقيقه انا عندي بسفر، بس دقيقه بقول لك شغله، انت الحين تختلف
لكن لما حد يختلف معاك ليش تزعل؟ لا لأن النقطة هذه اختلفنا فيها زمان قبل. لا ما اختلفنا فيها زمان لأن أنت على نفس الحين كانت أنا ما قلتها ما علي ما علي ما كانت شيوخ ما كانت ما كان يوم شيوخ صحيح صحيح بس أنت نفس اليوم تكلمت الريال قال أي بس أنا ما قلتها الحين أنا لو قلتها قلت أنت أنت قلت تجهيز تناقض نفسك أنت قلت تجهيز ما ناقض نفسي أنا قلت الناس يشوفون فحص أوراقهم ما قلت لك لا بروفا ولا لا لا أنت قلت تجهيز تجهيز لهذه الختاميات على المؤسسات 70% جاهز نعم الناس يبغون المؤسسات والمضمرين يبغون يحتكون مع بعضهم البعض بيشوف أوراقه وين وش وضعها هل إنهم يدخلها في المهرجانات القادمة القريبة أو في المهرجانات البعيدة إذا كان نعم. إذا كان ما فيه أداء ما فيه شيء يعني يأهلك للرموز ممكن المجال مفتوح ممكن يشتري من المهرجانات هذه يدعم عزبته بشيء جاهز إلين يجهز حلاله ترى المؤسسات أهم شيء عندهم رمز وجهوزية حضور في المهرجانات الكبيرة صح. كل الأنظار والإعلام كلهم ينتظرون بفارغ الشغف الآن هذا هو يعني مهرجان ما فيه رموز إلا أنهم اجتمعوا وهذا فرحة كبيرة عند الجمهور عند الإعلاميين كل يتطلع إلى النتائج هذه كيف تبغى تصير في الختاميات المقبلة وهذه نفس نظرة المضمرين والمؤسسات نعم بيشوف إيش وضعه مطاياه هل إنها تنافس هل إنها قوية هل هذه بس نعم. شوف خوي أبو تميم كل مؤسسة لها خطة متبعة تأكد من الكلام هذا طبيعي وكل المطين عندهم اسمع رئيس المؤسسة هاي ويصير على خطة موجودة محكمة وكل اليوم الركب ما حد أنا بيجي بناء ورقة غير رابحة هذا صحيح. كلام انساه نعم ما حد شوف نعم. هاي الرياضة بس خلني ممكن أقول لك شغلة لا بخليك طبع. تكمل بخليك طبع. تكمل موضوع بس أنا يعني يمكن بسفر فاهم نقطة اللي هي البروفا فاهم نقطة اللي هي النقطة هاي اللي أنت تكلمت أن عنده أوراق غير رابحة ممكن أقول لك أوراق هو الحين لا 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 جاهزة ما هو غير رابحة هو قال غير رابحة أنا أتكلم على كلام هو الحين قالها بس خلني أقول لك إنزين النقطة هذه اليوم أنت عندك كل الأوراق جاهزة صحيح ولكن أنت لما تجمع الأوراق الجاهزة في سباق أنت تنتظر الختاميات إذا كنت تمشي على السيناريو اللي هو رسمها أن أنا أنتظر ختامي الوذبة ختامي قطر ختامي المرموم نعم. إذا كنت أستهدف هذه الأشواط هناك أجيبهم هني هذه الأوراق الرابحة إن صح التعبير نعم. أسوي بروفة للرابح منو الأربح فيهم بحيث أني أنا أحطهم هناك هذا زي ما علي لا 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 هو أنا قاعد أناقش نعم. هاي هي النقطة اللي نعم. صح كلامك. كلامك صحيح بس هو لما قال بروفة هو يقصد كذي أنا 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 وجهة نظري والعلم عند الله في البداية والنهاية شوف ركض مش أنا جايب ورقة مش رابع أنا ما بي يركض هذا أي رياضة نعم صحيح. أي رياضة يمكن تحط ورقة وتطالعها تربح ولا ما تربح بوي هذا ركض الركض اللي شاري الركض في دمه ما يبي حد يسبقه مرة طبيعي. كلام منتي نعم تسمع أنا ما بيا اليوم أي مؤسسة بدون ذكر اسامي جاي اليوم تسوي بروفة ما بيا تسوي بروفة صح جاي الغالي عنده هذا ما يبي يضرع صاها جاي جهز جاي تكسر تيم جاي جهز لا ما بيا يجهز لا 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 جاي ما بتجهز يا ياخذ شوط اليوم انا الحين انت تناقض نفسك ابو سفر خلني اتكلم ما عليك انت الحين تناقض نفسك يا ابو سفر انت توك قلت تجهيز انا مستعد اعيد اذا تبى ما قلت تجهيز تفضل يا يمكن اكمل يمكن اكمل لحظه زين لحظه اختبار ومحك مش جاهزيه مطاياهم طيب هذا شو يشوفون زين يمكن اكمل الله يرحم والديك التجهيز عندهم تمهيديات يمكن اكمل ولا خلاص شوف بوي هذا الركض ما في تجهيز غالي الركض ركي عند آخر كيلو بظهر عصاها بضربها باليابس والرطب أباها تكسر الثيب وأروح ورافع راسي ومؤسستي مرتفع طاريها هذا كلام منتهي المؤسسة أنا يوم جاي أسوي بروفة طيب لحظة, لحظة, لحظة 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 خليني أتكلم نعم. نعم. أنا يوم ترمسون ما قاطعت حد ممكن صح ولا لا أعطوني خمس دقائق بخبركم خمس دقائق ما شبه يبدأ الشوط لا ما خلي برمس لين يبدأ الشوط خلني أطلع من يومين ما حد رمس اليوم خلني بتكلم أنا كل مؤسسة مش جاي انا عامي خل مؤسسه جاي اسوي ناقه ابغاها تسبق وتبتاع صحيح ما بياي انا اروح العصر قال صنها ابى ثاني هذا كلام منتهي صحيح والمحك اليوم شوف المحك اليوم بين المؤسسات
يطلع ندر. نعم. والندر هذه هن مقيمات ما يبان تقييم مني أنا، بس يجهزن للختاميات اللي يعني. للختاميات. أنت نعم. يايين بتقرصة تبى طالعها تدور وما تدور، هذا كلام غير صحيح. لا مش تدور. ها عيش. لا لا أنت. أنت واحد قال لي وراه واحد قال لي بقيسة ما في قياس الركض. يا الركض بول حار. يا أبو سعيد بو سفار وبو مبارك ما قصدوا بأن الحلال اللي جاي مش جاهز. هم يتكلمون اليوم أنت المضمر يبقى تكتيك، يبقى يعرف هذا الحلال يوم ما يركض كيف يركض في سباق ويحتكاك مثل كذي. اسمع الجاهزية أنت فهم الجاهزية مو بشكل صحيح. الجاهزية لها نسبة يا أبو تميم، في جاهزية 60% 70% 80% 100%. نعم. أنت قبل شوي تقول جاهزية، في جاهزية أو ما في جاهزية؟ لا 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 جاهزية أنا كلامي كان واضح، أنا كلامي كان واضح. خلنا نسمع حين بمبارك، أنت أبو سفر لما حد يقول تحليل أنت تبى تفهم اللي أنت تباه مش اللي هو يقوله. تفضل. أنت ناقشني كأنك محلل ترى. لا مش محلل لأني أنا شفتك اليوم فيه. أنا صرت أناقش كأنك محلل. لا اليوم شفتني سؤال بس ما تناقشني. اليوم كيف ما ناقشك؟ أنت ما لا بالعكس أناقشك، أنا اللي أناقشك حتى مش المحلل اللي ناقشك. يا أخي ما أنت محلل. أنا أناقشك يا أبو سفر. مو بمبارك وبسعيد. مرة تأخذ مني كلام. ما هو لازم أنا علي ما هو لازم أناقشك، لا أجننك ولا صحيح. لا يا أخي كلامي واضح ترى. أنت تقولي على الجاهزية، أقولك أنت تقول يا جاهزية ما في جاهز. الجاهزية تختلف يا أبو تميم، الجاهزية تختلف. أنت اللي قلت مش أنا. هي الجاهزية تختلف بالنسبة. بوضح بوضح. هي على الجاهزية فل، جاهزية نص، جاهزية وسط. بوضح. صحيح هذا طبيعي. بوضح نقطة أبو تميم. أنت قبل شيء كلامك غير. شوف السباقات هذه. مثلاً هذا المهرجان. نعرف أنه ما في رموز. أول لقى لهذه المؤسسات على أرضية ميدان المرموم. نعم. في الدولة. صحيح. في كل مؤسسة تمتلك نوعيات مميزة بعدد هائل. صحيح. فهذا طال عمرك ما شاء الله نشوف الأشواط ما يقارب 32 في الفترتين الصباحية والمسائية سواء. نعم. في اللقاية أو في الإذاعة اللي شفناها. فكل مؤسسة تركض في كل شوط 6-7 هذه للجاهزية مقبلين على ختاميات. هذا الركض ركض صحيح، ركض مهم لدى كل المؤسسات. صحيح. ولكن في السباقات خير دليل لهذا الكلام، في السنوات الماضية شاهدنا حلال شارك في آخر شوط بعد شهر في الختاميات، راح في أشواط رموز وخذ رموز. صحيح. هذا يدل على ويش؟ يدل على الجاهزية استعدادا للختاميات والسباقات القادمة اللي تحمل أشواط رموز. قال بوسعيد كلمة صحيحة، أظني بوسعيد اللي قالها، قال اليوم لما تفحم غير لما تحطهم في أشواط سباقية. طبيعة الحال. فهاي هي ترى هو ما في تقليل يا أبو سفر، اليوم لما يكون يعني عندي بروفة ولا عندي تجهيز. لا. حق أنت بروحك حتى تكلمت على نقطة بأن هذا يعني المؤسسات تستهدف الختاميات. شوف حبيبي انت الحين تبغى تسمعني اهلا وسهلا، خلني ما تبغى تسمعني اروح، ما تبغى تسمعني تقعد تقاطعني. اي لا خلني لا غير الموضوع. لا لا ما بتروح غير لا الموضوع. لا انا اكثر واحد بسمعك. اي انا اقول لك هذه المحكات هذه والمهرجانات اللي مثل هذه الناس يشوفون حلالهم جاهزيته، هل بيواجه المرموم، هل بيستعد للوثبة، هل يستعد لختامي قطر. نعم. إذا ما كان فيه استعداد مثلا المجال مفتوح للشراء طال عمرك. صحيح. لتغيير المطايا، شوف مطايا ثانية بس ما طيب هي نفس النقطة هي نفس النقطة هذه معناها بروفا هذه هذه مصطلحات أنا أختلف على المصطلحات. إحنا نقول إحنا نناقش هل الهجن اللي لهم يعني صوله وجوله ما يقول هالكلمة. لا هم يقولون محك، حنا نقول بروفا. إذا قال له واحد يعني جديد يعني ما يعرف الهجن يعني قصدك لا هذه عاد عقب ترد عليه، هذه عقب ترد عليه عاد بمبارك. اسمع أبو تميم خلني بكمل. طيب حنا إذا سألنا واحد من زملائنا مثلا في العمل أو في واحد ما له علاقة في الهجن وسمعنا قال بكرة عندنا تفحيم، يلا بكرة أنا والله بأروح أستاذنكم عندي بكرة تفحيم، أقول الكلمة دي، هو يقول لي وش التفحيم؟ أقول بروفا للسباق لأنه هو ما عنده خلفية عن الهجن فأختصر عليها الموضوع. صح. لكن إني أناقش بس إني أناقش راعي الهجن ومالك الهجن أقول له بروفا. تفضل سعيد. شوف خوي أبو تميم، جميع المطين في المؤسسات عرب فاهمين الركض، مميزين في اختيار المطية اللي تروح بهم العصر. نعم. عندهم يعرفون يفحمون ويعرفون يعابلون، والهم ماضي ماخذين رموز. كل المؤسسات عندهم مطين كفاءة بالموضوع هذا
ونتمنى التوفيق لجميع الناس. أكيد نتمنى التوفيق لكل من الآن ما شاء الله نشوف الحلال يصطف هنا عند خط الانطلاق. كل التوفيق لكل المؤسسات من خلال أول الأشواط هنا في الفترة المسائية مشاهدينا الكرام، وكل الشكر أكيد للزملاء المحللين. ننتقل بكم للتعليق.